للحديث أكثر معنا من واشنطن أستاذة في برنامج الدراسات الأمنية بجامعة جورج تاون والخبيرة في الطاقة النووية كاثرين باور. أهلا وسهلا بك كاثرين معنا. بداية، إذا ما بدأت فعليا إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، كم بحاجة تستغرق كي تنتقل إلى 90%؟ وبالتالي هذه 60% إلى أي مدى فعليا من حيث الوقت تقرب طهران من امتلاك قنبلة نووية؟ شكرا كارولينا، سعيدة بوجودي معكم. هذا سؤال مهم جدا، لأن هذا الإعلان عن زيادة التخصيب ب60% قال الإيرانيون إنهم أعلنوه ردا وانتقاما على مهاجمة مفاعل ناتانز. ومن المهم أن نفهم أيضا أنه عندما ننظر إلى التخصيب دائما يكون هناك 4 مراحل، 0 إلى 5، وبعد ذلك 5 إلى 20%، وبعد ذلك 20 إلى 60%، وثم 60 إلى 90% هي المرحلة الرابعة قبل أن نصل إلى تلك المادة التي تساعدنا على تطوير السلاح النووي. لذلك السؤال حول المدة التي سيقتضيها الأمر للوصول إلى 90%، أعتقد أن ذلك يمتد من 7 أسابيع إلى بضعة أشهر، والأمر يتوقف على عدد الطرود المركزية التي سيستخدمونها. هناك آلاف الطرود التي يحتاجونها. نعرف أن آلاف الطرود تضررت بسبب هذا الهجوم، ونعرف أنهم كانوا قد أعلنوا عن طرود متطورة، وأعتقد أن هذه الهجمة صعبت عليهم الوصول إلى التخصيب في مرحلته التالية 3. وأعتقد أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت عن خطورة هذا الأمر، وأن هذا انتهاك للاتفاق والالتزامات إيران النووية. وبطبيعة الحال هذه الوكالة ستتحدث عن الحيز الزمني الذي قد تحتاجه إيران للوصول إلى مراحل متقدمة، لكن علينا أن نكرر أن الطرود المركزية لإيران تضررت كثيرا. طب كاثرين، عندما نتحدث عن أنه إيران زادت أكثر من 1000 طرد أو جهاز طرد مركزي متطور AR-1 إذا لم أكن مخطئة، هذا أيضا إلى أي مدى يسهل من كل هذه العملية أو يسرع؟ ما فعلته إيران هي أنها ستستخدم طرودا مركزية جديدة، ومن غير الواضح الأثر الذي سيحدثه ذلك على وتيرتها، لأن هناك فرق بين الوقت المطلوب للوصول إلى المرحلة 3 أو 4. ومن جانب آخر الخطوة الأصعب وهي تسليح هذا البرنامج. بالنسبة للمخابرات الأمريكية بالأمس، كانت قد أعلنت أنه ليس هناك أي مؤشر بأن هناك بدءا لتسليح البرنامج من قبل إيران، وعادة يتوقع الأمر عند الوصول إلى 90% من التخصيب. لذلك أعتقد أنه إذا نظرنا إلى ما تفعله إيران في الوقت الحالي، وخصوصا في سياق المفاوضات الجارية في فيينا والتي ستستأنف غدا في فيينا بشكل غير مباشر في إطار 5+1، أعتقد أن هذه المفاوضات في فيينا تصعب أكثر. وما يصعب هذه المفاوضات من جانب آخر هي الانتخابات الرئاسية في يونيو، ولذلك أعتقد أن إعلانهم وصولا إلى 60% يصعب هذه الأمور أكثر فأكثر، وخصوصا أن هناك سياقا غير مساعد لهذه التعقيدات، وخصوصا أنهم أعلنوا صراحة أن الأمر يتعلق بانتقام، وأيضا أعلنوا مسؤوليتهم عن تلك السفينة الإسرائيلية قبالة بحر في الإمارات العربية المتحدة. لذلك طب كاثرين، أود أن أستفيد من الوقت وأفهم منك أيضا موضوع مهم. ماذا عن اليورانيوم المخزن؟ لأنه حتى الاتفاق ينص على أن تخفض إيران إلى 98% من مخزونها. الآن في حال فعلا بدأت بال 60%، ماذا تفعل بهذا المخزون؟ هل يمكن أن تعود وتستخدمه في المستقبل؟
من بين الخطوات التي اتخذتها إيران خلال السنوات الماضية من أجل تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي هي تجاوز عتبة اليورانيوم المخصب والمخزن. والآن هذا من بين النقاشات الفنية التقنية التي تجري في فيينا، كيف يمكن لإيران أن تعود إلى التزاماتها في التخلص من 98% من اليورانيوم المخزن، وكذلك هناك نقاشات مستفيضة حول كيفية تطبيق ذلك وإمكانية تحقق الدقيق من ذلك من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكيف يمكن جعل ذلك شفافا بحسب الاتفاق النووي حتى يكون هناك وصول لكل المواقع والمفاعلات النووية. لذلك هذا سيكون متفاوضا عليه في فيينا. شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا من واشنطن، أستاذة في برنامج الدراسات الأمنية بجامعة جورج تاون والخبيرة في الطاقة النووية كاثرين باور، شكرا جزيلا لك.